كل يوم تقولي مش عارفه انا غلط او عيه ولا الغرفه مكركبه، بدي اياها طول الوقت مرتبه زي اختك جنى، وان شاء الله بشوف اوعيك مرميه هنا وهنا واشوف الغرفه مكركبه. ماشي ماشي. على فكره انا هخليك يا اسر احسن من جنى، وهي اسر اللي بتكركب جنى غرفتي، وانت اسر بتعرفش هل انا ابشر للسشوار وهذا وهذا. بس يا ولاد خلص تقعدوا تقاتلوا قدامي وتعملوا مشاكل زي كل مره، خلاص يلا روحي من وجهي، خلينا نرتب الخزانه، وبعدين اذا بشوفها مكركبه ولا اوعيك على الارض يا جود هتشوف شو حيصير لك. يلا روحي من وجهي خلصوا. ماشي يا ست الحبايب. ست الحبايب يا حبايب. يلا يا جود. يلا الله يا سلام. اوف طلعتوا روحي، ايش هذا؟ خلينا نرتب الالعاب بالاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ كيف كسروا تنتين اللي حطيت واحده قبل شويه؟ بسم الله. يا ولاد يا جنى جود، يا ولاد يا ولاد يا جنى يا جود، اسمعوا يا ماما اسمعوا. ايش يا ماما؟ كانك شاريه بولينج غير العنه ومبسوطه عليها؟ لا يا ماما ما اشتريتش حاجه، انا جيت ارتب الخزانه، حطيت هذه في الخزانه ويا دوب بس لفيت وجهي رجعت احط اشي تاني لقيت هذه تنتين، بعرفش كيف. ايش؟ اكيد شاريها وانتي ناسي يا مامي، ولا اكيد مش راح تطلع هيك بالخزان. كيف يا مامي انا تحط شغله تصير تنتين؟ هذا هبل، بتهيالك انت. يعني مش مصدقيني يا جود وشنا؟ مفكرين ان انا بهبل عليكم؟ طب تعالوا ورايا وشوفوا شو اللي صار. يلا انا بضحكش عليكم. تعالوا اورجيكم، تعالوا هاي هي الخزانه، تعالوا. هذه الخزانه اللي بقولكم عليها، هيك صار. يعني انت قصدك يا ماما اللي بنحط جوا الخزانه بصير انها نسخه وبتصير بدل الوحده تنتين؟ ايوه هيك يا جنى قصدي، بالضبط زي ما حكيتي. هلا حورجيكم اذا مش مصدقين، شايفين هذول؟ خلاص بدناش اياهم. شايفين الكره هذه؟ مش احنا عندنا منها واحده؟ ايوه ماما، ما فيش عندنا غير هذه الكره. ايوه يا جود ما عندناش غير هذه واحده، وتعالوا شوفوا كمان هاي الخزانه فاضيه. شوف تفضل، شوفي يا جنى شايفين؟ مش فيها ولا اشي، تمام؟ هلا احط هذه فيها وحتشوفوا شو حيصير، ها؟ هاي حطيت الكرة هذه، هيها، شايفينها؟ حسكر الخزانة كده؟ طيب يا ماما شو بده يصير هلا؟ بدهم يصيروا تنتين مثلا؟ ضحكتني يا جنى، ايش يصيروا تنتين؟ شايفين ما كنتش بتحكي يا جنى؟ مش مصدقيني يعني؟ طب تعالوا شوفوا ها؟ تفضلوا. عندي جودين. طب انا جعان يا ماما. وانا كمان جعان يا
ماما. انت سام بتقلدني وخلاص؟ لا حبيبي انت اللي بتعمل زيي، انا مش على لقيتها. يا ربي انا ما كنتش ملها على جد واحد، هلا صار عندي جدين، بدي طعم جد واحد ولا جدين انا يا ربي يا رب يا رب. الفرج من عندك بس والصبر على هالمصيبة اللي جتني هذه. اتفضلوا انتوا التنين. الكل يا اخويا ما هو اكل ببلاش، ممكن تدفع وانت ساكت؟ والله انك واحد رخم. والله ما في ارخم منك. انت يا جود ما تتخانقش مع جود، وانت يا جود ما تتخانقش مع جود الثاني. يا رب ايش هذا يا رب؟ يا رب العوض من عندك، شو هالمصيبة هذه اللي انا فيها؟ وبعدين يا ماما يا جنى ايش بدنا نعمل في المصيبة هذه السودة اللي صارت في حياتنا؟ والله تعبت مش عارفة شو بدي اسوي، احكي لي يا جنى. بسيطة يا ماما، احنا ندخلهم هما الاثنين جوا الخزانة ويرجعوا نشوف شو بده يصير. ايش يا حبيبتي؟ نرجعهم هما الاثنين بالخزانة؟ وافرض الاثنين صاروا أربعة، ايش بدنا نعمل في المصيبة الرابعة هذه كمان؟ اسكت احسن لك بدل افكارك هذه. خلص بندخل واحد منهم بالخزانة وبنشوف شو بصير. هذه والله فكرة هادية يا جنى. طب يلا تعالي نجيبهم. لا لازم واحد، انت قلتي صح. خلص تعالي نجيب جود ونحطه في الخزانة. يلا امشي بسرعة بسرعة. ايش بدنا نعمل في هالمصيبة هذه هلا؟ جود. نعم ماما. يا رب الصبر من عندك بس. بتعرفوش وين اختكم جنى؟ بندور عليها مش ملاقيها في الدار، شفتها؟ لا ماما بعرفش، وانا اخر مرة شفتها في غرفة. الخزانة يا ماما. ايش؟ عند الخزانة؟ يخرب بيتكم. ايش السر بالخزانة هذه؟ تعمل نسخة من اي حاجة؟ انا لازم اجرب بنفسي. جنى جنى وينك؟ بخاخ سحرية تعرف الأصل من المزيف، ما أقول لو استعملتها على الأولاد يرجعوا طبيعيين وأعرف مين الطبيعي ومين لا. أخيرا كنت أدور عليها، وين اختفت هذه؟ بسم الله. شكلها حليتها. اخ يا ربي حليت، حنادي عليهم واحد واحد وحرش عليهم، والاصلي راح يضل واللي مش اصلي راح يختفي. اخ الحمد لله انا لقيت الفكره. يا جود يا جنى يا اولاد يا جودات يا جنات، تعالوا يا اولاد عملكم مفاجاه بسرعه. ايوه ماما عشان عملنا مفاجاه.
تكون المفاجأة عن اللي بتعملنا إياها. نروح ونشوف. إيش يا ماما؟ إيش فيه؟ إيش في مالكم بتزعقوا يا أولاد؟ أنا رايح لكم. خلاص ماشي ماشي يا أولاد، واحد واحد وبالدور اللي بده يدخل. طيب؟ ما تعملوش دوشة ماشي؟ عشان كلكم تاخدوا هدايا. طيب؟ يلا يلا جد واحد يدخل بسرعة. يلا 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 تعال اوقف علي هون. وين مفاجأة يا ماما؟ أحلى مفاجأة لك يا جد واحد. هلا هذا البخاخ سحري بخليك بطل، رح أرش عليه منك حتصير بطل. طيب؟ يلا اثبت عشان أرش عليك. يلا يلا. الحمد لله طلع من الجد الأصلي، والله طلع البخاخ شغال. الحمد لله خلاص من واحد ضايل اثنين جود واثنين جنى. يلا جنى واحد تدخل. يلا 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 تعالي. هلا احلى مفاجأة لك يا جنى، احلى مفاجأة لك يا جنى واحد. شو يا ماما شو هي؟ تلاقيش هلا هحكي لك. هذا البخاخ السحري بخليكي بطلة، هتصيري قوية جدا، بس انت ركزي معايا وراح اروحش عليكي منه ماشي؟ يلا ماما نتحسن المفاجأة. يلا يا جنى هتصيري بطلة الابطال، بس لازم تضلك ثابتة ماشي؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. هذه كمان طلعت جنى مش اصلية. الحمد لله ماشي على الخطة يا ربي الحمد لله. هلا بدنا نادي جود اثنين، يا رب ضلها تكمل معايا الخطة وناجحة. يلا جود اثنين خل ادخل. يا ماما يلا حبيبي. ماما بالدنيا اسمع، عملنا لك مفاجأة. هذا بخاخ سحري هيخليك بطل الأبطال. لا 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 هيخليك بطل الأبطال، بس اسمع مني. يعني هيخليك بطل بس لازم شرط تكون ثابت. يلا اثبت. يا ماما راح اصير بطل عن جد واجوع اخواتي كلهم. يا ماما حتصير اول واحد في اخواتك، بس ركز معايا واستغل نفسك تتحرك ماشي. يلا واحد اثنين ثلاثة. ايش يا ماما؟ ايش هذا؟ ايش 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 ما صار شي؟ ليش؟ اذا اذا خليك تاني جنب الزابطة تعيد تاني. يلا ايش يا ماما؟ معقول هذا جوتي الاصلي؟ والله شكله ماما ما تختفاش لانه بدي اجرب اخر مرة. ايش يا ماما؟ ما صارش حاجة. اصبر هالاخر مرة ان شاء الله حتظبط يا ماما. يلا اثبت بس. ما صارش حاجة. شكلك انت جود الاصلي، انت جود الاصلي. لا 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 اسمع اسمع بس ما بدناش نحكي لهم، لازم تتخبى عشان تخلص من الباقيين ماشي؟ يلا جي تخبى ورا الخزانة، تخبى وراها. الحمد لله لقيت جود الاصلي. هلا دور جنى اثنين. جنى اثنين تعالي افتحي. يلا تعالي يا جنى، عملنا لك مفاجأة حلوة. ايش في يا ماما؟ ركزي معايا، هذا بخاخ سحري بخليكي سحرية وقوية قوية، ما حدش بيقدر عليكي ماشي؟ ما انا قوية هيك. لا لا هذا بخليكي أقوى، المهم لازم تضلك ثابتة ماشي؟ شو هذا الهبل؟ مش أنت جنى الثانية، أنت جنى الأصلية. ادخل ادخل يا ماما يا حبيبتي، أنت جنى الأصلية خلصنا من جنى. يلا تخبي تخبي بسرعة. الجنى الأصلية طلعت، يلا أنت خلاص من جود ثان. جود اثنين. أصلا جود ثلاثة يا ماما صار لي صعب استنى. يلا يلا يا حبيبي تعال أنا معك مفاجأة حلوة. إيش المفاجأة؟ طلع علي يا حبيبي. إيش هذا؟ بخاخ سحري بخليك أقوى واحد في الأولاد ماشي؟ يلا بس لازم تبقى ثابت، اثبت كده ما تتحرك. يلا واحد اثنين حتصير أقوى واحد، واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله اختفى، خلصت منهم. جود 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 تعال. هذا الحمد لله. يلا تعال تعال عملكم مفاجأة بس سنة. يا ماما باش بدنا نعمل بالخزانة هذه يا ماما؟ بدنا نحط فيها مصاري ونكسب كتير فلوس. والله فكرة حلوة يا جود، بدي اجيب ذهب احط واحدة ونجيب كتير. والله يا ولاد افكاركم جدا حلوة، بدناش نحط اولادنا نحط مصاري وذهب ونصير اغنى الاغنياء. يلا يلا